زينب هتفرح قوي ان انت جيتي. انا مش متخيل اي حد يجي الا انت. ليه يا روح قلبي من جوه؟ انت اخر حد تتوقعه ان هو يجي هنا هي امك، مع اني انا عارفه ومتاكده ان هي عرفت دلوقتي. بس يلا بقى انا ادخل ابارك لزينب. بس بقول لك يا مروان، عايزك تاخد بالك عشان امك بتاكل في نفسها دلوقتي. عارف ليه؟ عشان كانت بتحسب ان حسن هو اللي هيقش مش انت. بس على كل حال مش مشكله، مبروك يا كبير العيله. يلا شد حيلك كده وهات لنا قد 10 20 عيل. هيحصل ان شاء الله. ولدك هيبقى لاولاد عم يقفوا في ظهره ويسندوه، بدل ما يبقى وحيد في الدنيا دي لا يعرف لا يروح ليمين ولا شمال. عبد الله هيبقى سيد الرجاله، وبكره تشوف يا مروان. مش لما يبقى ليه اب وام يخافوا عليه ويسالوا عليه. انت من ساعه ما سبتيه عند فوزيه سالت عليه كم مره، وحسن بعد ما اتجوز سال عليه كم مره. ايه يا جماعه مالكم؟ مالكم حامين على بعض كده ليه؟ ده انا قلت الواد ده هو اللي هيجمعنا. والله يا شاهده عندك حق، شايف الكلام الموزون، شايف الناس اللي بتفهم، بتعرف مين تطلع الكلام وفين وازاي. والله يا شاهد انت احسن واحده في العيله دي. طب كويس قوي ان انت واخد بالك بقى من الحكايه دي عشان تعرف ان ابنك ليه خاله بنت راجل. طبعا. ايه مش هتشوفه ليله ولا هتباركي من بره بره؟ لا ازاي، ده انا جاي عشان اشيله بايدي واخده في حضني. طب انت عارف يا مروان انا كان نفسي اكون برضع دلوقتي عشان ارضعه، عشان يبقى اخو عبد الله في الرضاعه. ولا بلاش، اصل حكايه الاخوات دي في العيله ما بقتش نافعه. عارف انا ما بطلتيش طريقتك دي، انا هعمل ايه؟ هتعمل ايه يا مروان؟ خد بقى انا مني النصيحه دي، خلي بالك من ابنك عشان جبريه دلوقتي عقلها عمال يودي ويجيب. اصل هي كانت بتحسب ان حمل زينب مش هيكمل، بس اهو جه. هنعمل ايه بقى؟ الخوف ولا مني ولا من شاهد ولا من كريمة، الخوف من أمك. أصل يعملها مرة يعملها 100 مرة. كان صعب عليها اللي قبل كده عشان يصعب عليها اللي جه ده. وبعدين اللي فات ده كان ابني فريدة، يعني اللي في قلبها ناحية فريدة ما يجيش ذرة من اللي في قلبها ناحيتنا كلنا. قبل ما تتكلم معايا روح اتكلم مع أمك الأول يا مروان. مبروك يا كبير. وانتي ما تزعلش منها، اصل هي متضايقه من حسن وشايله في نفسها شويه. وانتي زعلانه من ايه؟ انا زعلانه؟ انا ما فيش حد يقدر يزعلني. انت راكبه دماغك، مش عايزه ترجعي على اللي انت فيه. الله، ده مش بس ريتال هي اللي بتفكر في حاجات تانية غير اللي احنا فيها، ده انت كمان عمال تفكر في حاجات ملهاش لازمه. اخر كلام؟ اخر كلام، واللي في جرابك طلعه يا ابن عمي، واللي ليه حق ياخده. واديك شفت شهد تعرف تعمل ايه، وانا لسه ما خدتش حقي بالكامل. انا يا دوبك بقول يا هادي، على فكره انا ممكن اقلعك ملط انت وامك. خشي بركة زينب، خشي. الف مبروك يا زينب، الف مبروك يا حبيبتي، ان شاء الله كده يتربى في عزك عقبال ما تخويه. حبيبتي حبيبتي يا شهد، ربنا يخليك يا رب. بصي يا ريتال، بصي يا شهد، عقبال لما اشيلك يا حبيبتي وافرح بيكي، ده انا هعمل لك حته زفه. بصي يا بنت، شبه زينب الخالق النار. اه يا ماما عندك حق فعلا، فوله واتقسمت نصين. شبه مين؟ زينب؟ لا طبعا، ده كله جبريه والله العظيم. يا اعوذ بالله يا ساتر يا رب. جبريه ايه يا بنت؟ خلي سانك حلو، دي جبريه دي شبه الحربيه الوحشه. الله، وحتى لو شبه جبريه ايه المشكله يعني؟ ما هي جدته برضه. بنت يا زينب، اوعى وهي بتشيله كده تخنقه ولا تحط ايديها على بقه تموته وتجيب اجله، خلي بالك. ومين قال لك ان زينب ما كلمتهاش وقالت لها ان هي ولدت؟ انا عملت كده فعلا. انت جننت يا بنت؟ جرى ايه يا ماما؟ انا عملت الصح. مروان يكلمك انت علشان يقول، وهي تكلم جبريه علشان تقول لها. كان من الاولى انك تكلمينا احنا اخواتك وامك، مش تروحي تكلمي جبريه. خلاص جبريه بقت ناسك، جبريه اللي قتلت ابن مروان وخدت العزه في ابنها وهو حي. خلاص يا ريتال، مالك النهارده كده؟ كل كلامك مش مظبوط. انا بقول الحق يا شهد. انا مش عايزه اسمع الحق بتاعك ده بقى. بنت يا ريتال، حط لسانك جوه بقك. مالك يا بنت عماله ترمي السم علينا كده؟ خدي تعالي هنا قولي بسم الله الرحمن الرحيم وسامي وشيلي ابن اختك.
خدي يا بت سمي. خدي سمي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله حبيبي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اوعكم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شبهك يا مروان الخالق الناطق. اه يا ماما عندك حق، فوله واتقسمت نصين. قولي لي يا زينب، ناويه تسميه ايه؟ عبد الله ابوك الله يرحمه جالي في المنام وقال لي يا كريمه زينب حبله في واد، ما انا قلت لمروان لما تجيب الواد سموه محمد. هتعملي كده؟ والله يا ماما في موضوع الاسم ده بقى بصراحه انا لسه ما اتفقتش انا ومروان، هنشوف هنعمل ايه. اه هتسميه ايه يا مروان؟ هسميه نوح. وماله يا اخويا نوح؟ ربنا يخلي يا رب. سمي يا حماتي. هات يا حبيبي هات. ياتي ياتي ياتي. خلص الفرح ولا لسه؟ لسه. انا هطق من جنابي. امال انا اعمل ايه؟ انت في حد زيك انت؟ انت عارفه انا بقى عندي كام سنه؟ ايه ده؟ انت الحاجات دي بتأثر فيكي ولا ايه يا شهد؟ على الاقل انت اتجوزتي وبقى عندك عيل. لكن انا عامله زي اللي مربوطه في بلد ما اعرفش فيها حد. يعني انا اتجوزت جوزت الهنا يا اختي بلا خيبه. بقولك ايه؟ ما تيجي كده نروح في اي حته يومين. انا مخنوقه قوي بدل الهم اللي احنا عايشين فيه ده. بقولك ايه؟ ما تكلمي ناديه وتقولي لها ان مروان جاب واد. تسمعي مني بس. طب ما تكلميها انت. يا بنتي انت بقيتي قريبه منها قوي اكتر مننا كلنا. وبعدين ناديه بعد موت مهدي بقت صاحبه املاك، بقت مليونيره مش زينا خابت خيبتنا. انت مالك بقيتي بتتكلمي زي امك كده ليه؟ اضحكي يا اختي اضحكي. ما هو على راي المثل اتلم المتعوص على خايب الرجا.